انا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشلوا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشل مني الجزمه اليتيمه دنيا بالحق. قبل ما انسى، نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش، ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني بدك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه. طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخو مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب6 جنيه وربع وربع، اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر. ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. اه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. هقولها يا عم. لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل في الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوب وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقول محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع ناد، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. ايه شقتك كان مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره، يلا يلا. كم اوضة ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحة. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظاني؟ ده احنا يا ابني ساعة
على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع فصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ بقى تجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واد حكمته ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقة بس بعد سن المعاش. حلوة تبقى للورثة. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقة ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتأكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول، من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب عودي يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. طلع السلامه ساعتك فين؟ طلع السلامه. اهلا 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 يا سعاده البيت. اهلا يا سعاده البيت، ده ايه النور ده كله يا سعاده البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتشتغلوني ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حته. واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ما لناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، ارقم، ملوخيه، شويه باميه، مش طولي نظر وشهم. معاك حق فعلا يا صاحبي، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحيه طيبه وارجو ان تكون بخير وبعد. ازف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسه جميع املاكنا، واقوم الان بالتصفيه، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الاسبوع، وما ان احصل على المال حتى اتي اليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شوفين يا سيدي. الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مره واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوه حلوه بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها لقيتها زيادة، لقيت الحل، هجيب الشقة بس في عقد جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريلي، ده احسن من
الساعه دي انت ما كنت مهزماني وانا ما بنامش الليل. يروح ليه بقى يا شعبان ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغالي قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب. ما تجيب قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير؟ خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقه. شقه؟ تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب وانا من لحمك برضه وانت كبرني واليد العليا خير من اليد السفلي ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها 3 مطارح ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده قاعد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد يا ابو الغطريفي؟ طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر بس اهدى سيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. عن اذنك. اتفضل. شعبان افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه. 3 جنيه علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بك. امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس
وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل وتقولي لي بقى سباك. طب خلاص انت مالك نافش ريشك كده؟ تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينة؟ العين بصيرة واليد قصيرة. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورم على دماغكم في الاخر. ايه كان امير ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخص عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير كان امير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا. حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا بلغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انتبه. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره.